سرحان الملك حي الوعر. هلا بالنسبه اليوم لموضوع الطريق، موضوع الطريق كان كثير صعب، موضوع شاق، خاصه انه نحن اليوم كنا اخر مرحله اليوم بالخروج من المدنيين مع بعض العسكريين، شويه يعني اختصارات بموضوع الالتزام باداره الطريق. بالنسبه لموضوع الحصار، موضوع الحصار كل العالم بتعرفه بحي الوعر، حصار خانق، حصار صعب جدا، نظام ابن حرام. اخر شيء النظام صعد كثير، نظام اطبق علينا واستخدم السلاح الجوي، وصار في ضغط كثير على المدنيين في يعني في ظل يعني افتقاد الحي لابسط مقومات الحياه. شوقي إليك أحيا وعر، حالي غدا حالا.